اسمي حسام، حسام الفاروق، حسام حنفي احمد الشهيد حسام الفاروق. اسم اللقب بتاع العيله. انا اول لما اتعلمت مسكت قطعه، لان كنت بشوف اخويا وهو شغال، فانا اول يوم نزلت في المهنه ديت اشتغل فيها مسكت قطعه شغل عملت نصها، انما بعد شهر تقريبا بقيت اعمل قطعه كامله، عشان انا كان عندي خلفيه بيها وكنت بشوف اخويا وهو شغال فيها وكنت حاببها. لازم، ما احنا قايمين على كده اصلا، يعني اغلب الافكار اللي احنا بنجيبها من الجوامع، بالذات الجوامع، الجوامع بيبقى فيها رسومات حلوه ممكن بننفذها وبنطورها. انا من النوع اللي بحب بيتي واولادي ومراتي، فببقى بحاول اقضي في البيت، احب اعمل الفطار لاولادي يوم الاحد. محمد ده في الاجازات بتاعتهم بتاعت المدارس، بحب اجهز لهم الفطار بايد انا، بحب اعمل الطعميه واعمل فول بقوطه، هما متعودين على كده، اي اجازه حد بيبقوا عايزين نعمل لهم الطعميه والفول، وبقيت اليوم بنقضي مع بعض. تعال انا احب الطبيعه، احب الهدوء، انا طبيعتي انسان هادي، فانا احب الهدوء. انا اشتريت الشقه ديت مخصوصه عشان الهدوء اللي فيها، ابقى قاعد شايف البلد كلها من عندي، هدوء وجو كويس ونضيف وصحي. كل ما تبقى هادي، كل ما تطلع تبدع في الشغل بتاعك، كل ما اعصابك تبقى متوتره عمرك ما هتعرف تطلع حاجه كويسه. لان المهنه بتاعتنا بتعلمك بالصبر، لو ما كانش عندك صبر جامد مش هتقدر تشتغل فيها وتتمادى فيها. في ناس بتشتغل ما تقدرش تتقدم فيها لانها ما عندها الصبر جامد، انما سبب من اسباب نجاح المحل عندنا حته الصبر اللي عندنا على قطعه الشغل وهي بتخلص. لما تشوف، عايز تشوف قطعه مميزه فلازم تصبر عليها في الالوانات في الديزاين الحاجات دي.